عصب خي عصب شو زيارتك انا ما تعرف انت مرحبا وينية مين سهى سارة سهى سهل ما فيها سهل بنت قالت لي بدها تيجي توظف هون الصبح ناطرها بالسيارة من الصبح ما بعرف وين ما اجيت؟ ما اجيت ما حدا معه ايه؟ ما حد بركي فوق عند مين انت قالوا لك عند علي ولا عند هشام؟ الساعة 7 لأن تحت انا على ترمبك كنت على بابي بنزين قلت رح اصمت على الشركة واسمعك كيف الشغل؟ الحمد لله تمام انت ما احتياج ما ترد علي ولا خيي؟ هلا اكثر شيء هلا رح ينطر لثلاثة اجت ما اجت بفل ايه الو انا عند اسم الكريم عند علي السبعة عند علي السبعة للأربعة ماشي انا عنده للأربعة ايه مع ست تصدق مع ست روح اللي هو جاي لا خلص اثنين هون شو المشكلة ايه اثنين هون تلقح ما بتطب هيدي لورا تتلقح بالصالون هونيك نعم بالصالون ليش شو زعجك خي لا سكت تقبرني عندي شغل يا حبيبي خلقي تقبرني بدي اخلقي معلم الأمليلي شو عم بطلب منك انا شو بك وعندي شغل يا اخي عندي بدي اشتغل بيانات انا هلا الشغل اهم مني يعني ما لك ايه اهم منك الشغل كيف هالحكي لا بتحكي معي هيك وخي طبعا اهم منك هذا شغلنا عملنا اهو اسمع يا ايه زوزو طيب يا بس تطلع تفوت دغري على اليمين انا بالمكتب دق على الباب انا بفتح له يا اخي اترك الباب لو سمحت اذا بتعمل معروف خليه مفتوح للباب خلي بدي خلي انا ما بدي يا اخي تعال برا طب هيك بتزعل ولا يا اخي عندي شغل انا هيدا مكتب هذا شغل هون خيي عار بس اذا شو بقول له نعم اذا اجت شو بقول له ما بعرف شو بدك تقول له صفر ما بقول له خلص سكر الباب شو بدك يا اخي شو ليه مزعوج ما بقول لك شو اللي زعجك بس قل عندي شغل هيدا مكتب شغل هون يا خيي عال بس يا برا ما بتشوفني اذا قعدت برا يعني هون بدي قلت لها بدي بدك تدق للبيت يا خيي هي بتدق وبتفوت مطاطا تروح البيت طب ليه عصبي هيك وخي شو حكينا هيك نحن عمال معروف ايه زوزو ماشي حبيبي ماشي طيب يلا اوكي ماشي الحال عمال معروف خلص سكر انا بقعد منطلع هون سكر خي عمال معروف اطلع لبرا خي بدك تعمل معروف خي انت اطلع لبرا سكر انا منطلع هون اطلع لبرا يا خي طيب شو زيك اطلع لبرا بلاش تعصب طاري عصب خي عصب لو شو زيك انا ما تعال عندي طب يلا بخاطرك يعني بعد شوي وقتها بطلع وقفل وفل على بيتها خلص ما عادش داعي لك ما بطلع وقفل هي الحياة طلعت ونسلت بس ما قطع وش هاي ما بعرف بعته انت اكيد اعطيته الراس بس ما عنده لا مع الوحدة بدي انطرها وناطرها هون وبدي اتسطح له شوي لانه ضربه طالع فيه نحن على طريق المطار شركة شحن الفارس نشحن من جميع أنحاء العالم بأسعار مميزة وخدمة البور كل شيء طرابلس صيدا مطار صين إيطاليا من كل أنحاء العالم بأسعار كتير حلوة ومدروسة إيميل alfaris.gmail.com و 01 453 33 71 607 608